عشان تتعرفوا على ملامح شخصيته وطريقه تعامله مع اللعيبه، لان انتوا مش هتشوفوا طبعا تعاملاته جوه اوضه اللبس مع اللعيبه عامله ازاي، بس هنعرض لكم ازاي ريكاردو سواريش كان بيتعامل مع لعيبه جيل فيسنتي النادي البرتغالي، اللي هو قال لما انا استلمته كان مهدد بالهبوط، كان عندي طموحين، الاول ان انا استبقيه في الدوري ثم بعد كده اطور الاداء، فقال ان انا في السنه الاولانيه قدرت ان انا اقعده في الدوري، في السنة الثانية وصلنا للمركز الخامس وده أفضل ترتيب لهذا الفريق في تاريخه، لكن كان بيتعامل إزاي جوه أوضة اللبس في معاملاته مع اللعيبة نشوف. يعني متفاعل قوي، لا يعني بينفعل بشكل مدروس، بيسخنهم، اي يا اخي قاتل عشان بيتك، قاتل عشان مشجعينك، قاتل مش عارف ايه، وبعدين تعالوا بقى ايه احنا ايد واحده ونهتف مع بعض، فيبقى اللعيب ما خدش الزعيق بشكل شخصي، لا خده بشكل تحفيزي مطلوب. يا رب يطلع زي ما الكلام ده بيشير اليه، لان ده هيبقى حاجه كويسه. وعلاقته كمان مع اللعيبه تحس انه فيها على قد ما فيها حب على قد ما فيها جد، نشوفه. ربما البعض ينظر الى هذه اللقطه بشكل مختلف وينتقد ازاي اللعيبه يعني ترفع التكليف وترش عليه ميه وتقتحم عليه المؤتمر. طريقه ان نبان كتله واحده ولحمه واحده ساعه الانتصارات بالذات تحقيق الاهداف بتختلف، في ناس بتشيل مدرب تحذفه لفوق وتشقطه، وفي ناس تحذف المدرب في حمام السباحه، ده كان تقليد مثلا في حمام سباحه الاهلي، كل ما يكسبوا بطوله يرموا الناس، ده ليس تقليلا او عدم احترام، ده بيقولوا له يعني يا سلام تسلم ايدك واحنا معاك وانت مننا واحنا منك، يعني هو ده. فنرجو كل اللقطات دي كلها ترجمه على ارض الواقع وفهم صحيح ليها في مصر. طب علاقته كانت بالجمهور عامله ازاي؟ نشوفه.